هذه هي صورة مرتبطة لدى عموم المواطنين بالبرلمان، جلسات عمومية للأسئلة الشفهية يحضرها النواب أسبوعيا لنقل أسئلة المواطنين. من داخل المؤسسة لا تبدو هذه الصورة حقيقية تماما، لجان دائمة تشتغل بشكل يومي لمناقشة قوانين وصياغتها ومراقبة العمل الحكومي أولا بأول. هذا العمل يمثل الجزء الأوفر من مهام البرلمان، فيما تبقى الجلسات العامة المتلفزة مجرد مرحلة أخيرة لنقاش يستمر في قاعة البرلمان أحيانا الى ساعات متاخره من الليل. بعض المرات كيكون عندنا الاسبوع كامل كنشتغلوا باستثناء يوم الثلاثاء اللي ما اشتغل اللي كنحاولوا ما نشتغلوش فيه، وكان شي مره وكنشتغلوا فيه لان كنشتغلوا بعض الاسئله الشفهيه. تصور ان الاسئله الشفهيه كتسالي مع 6 ونص 7 عاد كندور اجتماع ديال اللجنه وكنبقاو حتى لحدود الصباح، ولكن حد ما كيعرف هذا الشيء، حد ما كيشوف هذا الشيء. وكما قلت العمل ديال نتاع اللجان هو الاساس. اي قانون كيمر في الجلسه العامه وكيصوتوا عليه في واحد الوقت معين وجيز راه كيدوز ساعات وساعات وساعات طوال داخل اللجنه، كتكون نقاشات حاميه في بعض المرات، وكتكون اخذ ورد مع الحكومه. وهذا الجانب ديال التجاذب ما بين الحكومه والاغلبيه والمعارضه خصو يبان ويبرز. إلى جانب عمل اللجان توجد بمجلس المستشارين مصلحة كاملة للجان الدائمة، 6 مكاتب كل واحد منها مختص في تحضير أشغال اللجنة المعينة وكتابة تقاريرها ومتابعتها أولا بأول. عمل مكاتب اللجان الدائمة مرتبط أيضا بضبط حصيلة النقاشات وصياغة القانونية للتشريعات والقوانين التي تصدر عن أشغال اللجان. هؤلاء مجموعة مختصين في مجالات قانونية يعملون في الظل، ولكن لمستهم أساسية في إخراج أي نص قانوني من البرلمان. فيما يتعلق بمصلحة اللجان الدائمة فهي تقوم بدور التنسيق بين اللجان وتنسق أعمالها وتنسق اجتماعاتها وتهيئ الظروف لا من حيث القاعة ولا من حيث الجوانب اللوجستية الأخرى ليمر الاجتماع بشكل كما يجب. كذلك تقوم بتنسيق عمل الطواقم، صح التعبير، طواقم اللجان الدائمه الست، وتدبر موارد البشريه الموضوعه هنا اشاره اللجان من الناحيه الاداريه وكذلك من ناحيه التاطير. اجتماع أي لجنة من اللجان تسبقه تحضيرات كثيفة من موظفي البرلمان ومن المستشارين البرلمانيين على حد سواء. هذا الجزء الخفي من العمل البرلماني تظهر خلاصته هنا بالجلسات العامة التي تستأثر بحصة الأسد من الصورة المعروفة عن البرلمان. الصورة من الداخل تبدو أكثر اختلافا، وتنقل برلمانا يتحرك ليل نهار وآلة بشرية دقيقة لا تتوقف عن العمل.